اليوم كتنعقد الدورة العادية لشهر ماي واللي كتضمن 30 نقطة في جدول الأعمال، مجموعة تاع النقط تتهم برنامج التنمية المحلية بتعبئة العقار لتنفيذ هذا البرنامج، ونقاط أخرى تهم برمجة الفائض الحقيقي، كما تضم نقاط أخرى نقاط رياضية ونقاط اجتماعية. النقاش كان على مستوى المجلس نقاش جاد ومسؤول، نقاش جدي، تبادل الرأي، سجال جدال، طرح آراء، يعني دورة عرفت واحد ديمقراطية حقيقية، يعني الجميع له حرية التدخل، له آراء، يعني كطرح الرأي ديالو بواحد الحرية مطلقة، وفي الأخير يصب الجميع في مستقبل جامعة أكادير ومدينة أكادير للكل يطمح بالرقي ديالها وجعلها ضمن المدن العالمية، وهذه إرادتنا جميعا. إلى جانب اقتراحات مجلس جامعة أكادير ومحادثات تجاوزات ومحادثات استماع ملاحظة الملاحظة الشركة هنا والتي تم تخصيص كتب الاقتراحات. النقطة الثانية سيد الرئيس، أنا كنتمن هذه الانخراط ديال المياه والغابات في هذه العملية لتعبئة العقارات اللي هي واحد الموضوع مهم جدا. القاعة ديال القدس كان يعني 1875 واش هي القاعة بوحدها ولا القاعة والمحيط ديالها غير توضيحات تقنية. واحد التدخل ديال الجهاز المجلس الجامعي الا وسيكون ذاك الجانب الاجتماعي كيف صحفه المياه فقد اثيرت تساؤلات حول طبيعتها واسماء الواهبين، وجاء في الردود ان الامر يتعلق باعتداء مادي على ملك الغير. احنا نتمم عاليا بناء وتاهيل هذا المنجا في اسرع وقت ممكن. اننا نشتغل الان على تصميم التهيئه الرابعه يتهم أكادير الجنوب، واللي أكيد السيد الرئيس توصل باستدعاء من أجل الحضور الأشغال ديال الانطلاقة الفعلية ديال هذا التصميم التهيئة إن شاء الله يوم 17 ماي 2022. الموافقون الدراسة والمصادقة. الدراسة والمصادقة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.